متابعة تداعيات قرار الإدارة الأمريكية، وأنا حريصة أن أنا أقول مش قرار الرئيس الأمريكي ولكن هو قرار الإدارة الأمريكية. السياسة الأمريكية لا تتغير يعني على مر الزمن، عشان كده كانت الناس بتختلف معايا لما جه مثلا أوباما الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية وجه جامعة القاهرة وقال السلام عليكم، الناس فكرت إن هو ينصر العرب مثلا يعني. وشفنا بقى سياسات أوباما بعد كده ومع مصر ومع الشرق الأوسط كله وما إلى ذلك، هي أجندة أمريكية بالمناسبة، لأنه صانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية ليس الرئيس الأمريكي، في كتير جدا مؤسسات هي اللي بتصنع القرار داخل أمريكا، والناس كلها عارفة الكلام ده. لما جه ترامب برضو احنا كنا تمام، الحياة جميلة جدا إنها مش كلينتون، لأن كلينتون كانت دعمة لجماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الإرهابية المسلحة، والحقيقة يعني ترامب دعم الصهيونية والإسرائيليين، فيعني السياسة الأمريكية لا تتغير. يمكن قبل أجازتي الأسبوعية احنا ما تكلمناش يعني على هذا الموضوع، حصل انه كنا منتظرين القرار فما كانش ينفع ان انا اتكلم باستفاضة عنه قبل ما ننتظر قرار ترامب فيما يتعلق بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. أنا ما اتفاجئتش من القرار خالص، يعني ما كانش مفاجأة بالنسبة لي، هو بس حب يعمل ترامب حب يعمل شو قدام الناس بالقرار. لو هو راجل حتى كان بيستعرض ده على بروفايله على تويتر وان هو بيوري الناس بصوا بص انا اللي مضيت، شايف انا اللي مضيت كده يعني. احنا ما اتكلمناش طبعا باستفاضه زي ما قلنا، وكنا بنشوف تداعيات هذا القرار. طبعا الغضب الكبير من اللي حصل في العالم كله، العالم العربي كله والعالم الإسلامي وكتير جدا من الدول العربية يعني، والدول كمان في كل أنحاء العالم.